طيب اليوم ان شاء الله تعالى راح نبدا في اليوروجينيتال انفكشنز. بجوز زي ما بتعرفوا المره الماضيه خلصنا السكن انفكشنز. يعني اتوقع احنا عندنا ضايل 4 محاضرات في الماده. راح ناخذ يعني يمكن شفتوا انتم بالسيلبس في عندنا 6 تشابترز للانفكشس ديزيزز، ما راح نلحق ناخذهم كلهم على الاغلب غير السكن. يعني بعد السكن اللي اعطيناكم اياه اوريدي راح نكمل في عندنا كمان 3 chapters of infectious diseases اللي هم الـ urogenital infections, الـ respiratory infections, وفي عندنا كمان الـ oral and الـ GI tract infections. طيب زي ما حكينا اليوم بنبدأ إن شاء الله تعالى بالـ urogenital infections. بس خلني أعمل share للسكرين. طلعت عندكم الشاشة؟ دكتور طلعت. طلعت. طيب ونبدا اول شيء قبل نحكي عن الانفكشنز بنحكي شوي عن النورمال فلورا الموجوده في اليوروجينيتال سيستم. طبعا لما نحكي احنا عن اليوروجينيتال سيستم بنحكي عن اليورينري تراكت وبنحكي عن الجينيتال تراكت. نبدا اول شيء في اليورينري تراكت، بنحكي انه اليورينري تراكت بالعاده بتكون استيرايل اكسبت الاوتر بورشن اوف اليوريثرا، يعني الكلوز للاكسترنال اوبننج. يعني هاي بالعادة فقط هي بيكون فيها مايكرو أورجانيزمز كنورمال فلورا، يعني خلينا نحكي بالوضع الطبيعي حتى بدون وجود انفكشنز. يعني وبالعادة مين اللي في عنا الإيكولاي أند اللاكتوباسيلس سبيشيز أو اللاكتوباسيلس بكتيريا، يعني هذول بيكونوا هم موست كومن موجودين كنورمال فلورا، يعني سواء في الميلز أو الفيميلز في الأوتر بورشن أوف النورمال فلورا. وعشان هيك دائما لما ياخذوا عينة يورين بدهم يشوفوا يعني يفحصوا انه هل في يوتي اي ولا كذا، يعني دائما بيحكوا انه لازم تاخذ كلين كاتش او يعني ماخذ من الميد ستريم، انه لازم المريض يعني يطلع شويه يورين وبعديها بعدين ياخذ العينه حتى يكون شال البكتيريا الموجوده في الاوتر بورشن اوف اليوريثرا. طبعا ال من الديفنس ميكانيزمز او خلينا نحكي من الشغلات اللي بتمنع نمو البكتيريا في الأذر بارتس أوف اليورينري تراكت هو في عن الأسيدك بي اتش والهاي سولت أند اليوريا كونسنتريشنز اللي موجودين في اليورين. طيب هسا بالنسبة للجينيتال تراكت، الجينيتال تراكت طبعا يعني بنفرق بين الميلز والفيميلز. إن الميلز الجينيتال تراكت بتكون بالعادة استيرايل again except the last portion of اليوريثرا، يعني احنا بنعرف إنه في الميلز اليوريثرا is common أو shared by both the urinary system أو urinary tract and the genital tract. هسا باقي الجينيتال تراكت في الميلز بتكون استيرايل، ما فيها أي مايكرو أورجانيزمز كنورمال فلورا، يعني في الوضع الطبيعي زي ما حكينا except the outer portion of the urethra. هسا بالنسبة للفيميلز لا، بيكون في عنا نورمال فلورا في ال في الريبرودكتيف سيستم أو خلينا نحكي في ال في الجينيتال تراكت. وهاي النورمال فلورا بالعاده بتختلف حسب الايج، يعني لما يكون في عندنا يعني لما يكون عندنا الومن في التشايلد بيرنج ييرز، يعني خلينا نحكي يعني تقريبا من بعد البلوغ لعند المينوبوز، بالعاده بيكون عندنا البريدومينانت بكتيريا كنورمال فلورا موجود في الفاجينا. طبعا النورمال فلورا في الابر بارتس اوف الجينيتال تراكت لا، بيكون استيرايل، يعني بتكون عندنا النورمال فلورا في الفاجينا مينلي، وبتكون زي ما حكينا في الشايلد بيرنج ييرز بتكون مينلي لاكتوباسيلس سبيشيز. طبعا السبب انه بيكون في عندنا جلايكوجين موجود في الفاجينال سيلز، وهذا الجلايكوجين بيصير له فرمنتيشن وبالتالي بينتج لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد يعني بنزل البي اتش تو اراوند 4.4. وهاي اللو بي اتش باي ذا واي تعتبر من الديفنس ميكانيزمز لانها بتعمل انهيبيشن تو موست اذر مايكرو اورجانيزمز، يعني فقط مور اور ليس بتسمح للاكتوباسيلس تو سرفايف ان ذس انفايرمنت. طيب هسا لما في خارج التشايلد بيرنج ييرز، يعني قبل هيك قبل البلوغ، يعني خلينا نحكي في التشايلد هود او حتى كمان افتر المينوبوز، بالعاده الجلايكوجين ما بيكون موجود في الفاجينال سيلز، عشان هيك ما بصير في عندنا اسيدك بي اتش، فبترتفع البي اتش تو اراوند نيوترال، وعشان هيك بيكون عندنا البريدومينانت بكتيريا مين اللي هم الستريبتوكوكساي اند الستافيلوكوكساي، يعني ديفرنت سبيشيز اوف الستافيلوكوكس اند الستريبتوكوكس، يعني زي ما حكينا لانه البي اتش بتكون اراوند نيوترال، فهذول بيعملوا اوفر جروث لللاكتوباسيلس. طيب
الآن نيجي نبدأ نحكي عن الانفكشنز، ونبدأ أول شيء في اليورينري تراكت انفكشنز، يعني الانفكشنز which affect اليورينري تراكت اللي بنسميهم إحنا اليو تي آيز. فعلياً اليو تي آيز هم among the most common infections اللي بيصيبه، يعني خاصة لما نحكي عن البكتيريا الانفكشنز، وان جنرال في infectious diseases يعني اليو تي آيز هم second most common infections، يعني بالعادة هم in terms of prevalence بيجوا بعد الـ respiratory tract infections. الـ respiratory tract infections هم by far, by the way, هم the most common type of infections which affect the human, وبعدهم بيجي عنا الـ UTIs سواء في المستشفيات أو برا المستشفيات. وطبعا هم برضو especially important في المستشفيات، يعني هم تقريبا من 35-40% من النزوكوميال infections are considered to be UTIs. في عنا certain risk factors رح نحكي عنهم كمان شوي، لكن من أهمهم مثلا الكاثترايزيشن، يعني حتى single case of catheterization يعني في الhospitalized patients بيعمل risk تقريبا 10% يعني إنه ينصاب الواحد بال UTI. طبعا نفس يعني بالcatheterization لل outpatients لا بيكون الريسك أقل، يعني بيكون عنا around 1%. المهم اللي بدنا نحكي إنه يعني من في النوزوكوميال انفكشنز عندنا بارت كويس، يعني هم من النوزوكوميال انفكشنز كلهم بيكونوا عباره عن يو تي ايز. طيب هسه اليو تي ايز لما نحكي انه وين بيصير الانفكشن بالضبط، ترى الانفكشن ممكن يصير ان 3 ديفرنت ارياز، يعني ممكن يكون في عندنا موجود الانفكشن في اليوريثرا، وساعتها هذا بنسميه احنا يوريثرايتس. ممكن يصير في عن الانفلاميشن او الانفكشن في البلادر، وهذا بنسميه احنا السيستايتس. وممكن الانفكشن يكون او الانفلاميشن يكون في الكيدنيز، وساعتها بنسميه بايلو نيفرايتس. يعني اذا حكينا بايلو نيفرايتس او سيستايتس او يوريثرايتس معناته بنحكي عن يو تي اي. طيب بالنسبه للنقطه هاي، يعني احنا يمكن الكتاب تبعنا والاغراض هاي الماده انه احنا يعني زي ما حكينا ممكن يكون الـ UTI في اليوريثرا وبالتالي نسميه يوريثرايتس. والله لا، يعني بالعادة إحنا لما نحكي عن UTIs مين اللي بنحكي عن سيستايتس وبيلونيفرايتس. اليوريثرايتس بالعادة بيصير في السكشوالي ترانسميتد ديسيزز زي الجونوريا and الكلاميديا. يعني بصراحة الـ UTIs per se يعني ما بيكونوا بالعادة في اليوريثرا، ما بيعملوا يوريثرايتس زي ما حكينا، بالعادة بيعملوا سيستايتس اللي هو في البلادر أو بايلونيفرايتس اللي هو بالكدني. بس لأغراض هاي المادة كمان يعني خلينا نحكي، وبرضه كمان ممكن يكون في اليوريثرا وبالتالي بنسميه يوريثرايتس. طيب هسا برضه كمان كثير من الحالات عندنا كمان البروستاتايتس بالعادة بيكون أسوشيتد مع اليو تي آيز. بتعرف البروستاتي جلانس يعني في الميلز، يعني فقط موجودين في الميلز، وهذولا بيكونوا كلوزلي أسوشيتد وكونكتد يعني خلينا نحكي مع اليو تي آي. فعشان هيك برضه كمان في كثير من الحالات بيكون مترافق البروستاتايتس مع اليوريثرايتس او اليو تي ايز ان جنرال. طيب وهسه بدنا نحكي عن الكوزاتيف ايجنتس، يعني عن البكتيريا اللي بتسبب اليو تي ايز. في عندنا ماني كوزاتيف ايجنتس، في عندنا ماني بكتيريا which can cause اليو تي ايز، وهاي البكتيريا ممكن انها توصل اليورينري تراكت يا اما بشيء بنسميه احنا الاسندنج روت او الديسندنج روت. يعني قبل نحكي عن اسماء البكتيريا بنحكي انها من وين ممكن تيجي. ممكن تيجي هاي باي شيء بنسميه الاسندنج روت او ممكن الديسندنج روت. كيف يعني اسندنج روت؟ اسندنج روت انها بتيجي البكتيريا من برا بالعاده من البرينيال اريا، بعدين بتدخل اليوريثرا، ومن اليوريثرا بتطلع للبلادر، وحتى ممكن كمان من البلادر تطلع على الكيدنيز. طيب هسه الديسندنج روت لا، بيكون في عندنا بالعكس، بيكون عندنا السورس اوف بكتيريا هو سيستميك انفكشن، ممكن يكون فوكال انفكشن، يعمل ديسيمينيشن للبكتيريا في البلاد، من البلاد تدخل على الكيدنيز، وساعتها ممكن من الكيدني طبعا بالكيدنيز تعمل بيلونيفرايتس، وبعديها ممكن تنزل من الكيدنيز توصل للبلادر وتعمل سيستايتس. تمام. طبعا in most cases بتكون البكتيريا جايه بالاسندنج روت، يعني من برا من البرينيال اريا لليوريثرا، من اليوريثرا بتروح على البلادر وبتعمل السيستايتس زي ما حكينا. in some cases ممكن كمان تكمل وتوصل الكيدنيز وتعمل بايلونيفرايتس، لكن ستيل برضو كمان some patients ممكن تيجي البكتيريا عندهم باي الديسندنج روت. طيب شوف يعني
بكتيريا ممكن تعمل UTIs. في عنا ماني بكتيريا، لكن اللي predominant one هي الإي كولاي. يعني فعليا عنا 80% تقريبا 80% من كل الـ UTIs they are caused by Escherichia coli. شو السبب؟ السبب إنه زي ما حكينا إحنا إنه كثير معظم الحالات البكتيريا بتيجي by descending route، يعني من البرينيال البرينال أريا لا زي ما حكينا بتدخل من اليوريثرا وبتطلع على البلادر وممكن كمان للكيدنيز. وإحنا بنعرف إنه الإي كولاي موجودة كنورمال فلورا عند كل هيومنز في الجي اي تراكت، وعشان هيك دائما الإي كولاي بتكون موجودة في البرينيال أريا، فعشان هيك كثير من الحالات بتكون هي الكوزاتيف ايجنت لليو تي اي. لكن ستيل ال 20% اللي ضايلين في عنا يعني عشرات المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن يكونوا هم الكوزاتيف ايجنتس، ولكن من اهمهم يعني خلينا نحكي في عنا البروتيس ميرابلس بكتيريا، في عنا الكليبسيلا نيومونيا، سودوموناس اريجينوزا، اند ستافيلوكوكاس سابروفوتيكاس. يعني هذول بيكونوا الكوزاتيف ايجنتس ان موست ريميننج كيسز. طبعا في عنا كمان الستافيلوكوكاس ابيديرميديس والكانديدا سبيشيز. طبعا الكانديدا عباره عن فنجاي عباره عن ييست، وهذول بالعاده بيكونوا اسوشيتد مع النوزوكوميال يو تي ايز او في نسبه كويسه للنوزوكوميال يو تي ايز، خاصه اللي هم يعني في حاله الكاثيتر اسوشيتد يو تي ايز، يعني عند البيشنتس المستخدمين معهم يورينري كاثيترز. فزي ما حكينا اذا بدنا نطلع على الكوزاتيف ايجنتس، في عندنا ماني بكتيريا، في عندنا اي كولاي، بروتياس ميرابيلس، كليبسيلا نيومونيا، سودوموناس اريجينوزا، ستافيلوكوكاس اوريس، ستافيلوكوكاس ابيديرميديس اند كانديدا. لكن من هذولا في عندنا الاي كولاي مسؤول عن تقريبا 80% من كل اليو تي ايز. طيب هسا كريسك فاكتورز، احنا يعني الريسك فاكتورز في عندنا اول شيء واهم شيء هو بينج فعليا افيميل. بينج افيميل يعني بزيد الريسك تقريبا 50 مره لليو تي ايز مقارنه في الميلز، خاصه في التشايلد بيرينج ايج او في السيكشوال اكتيف ايج، يعني تقريبا من البلوغ لحد تقريبا 50 سنه. خلينا نحكي ان جنرال الريسك اوف اكويرينج اليو تي اي بيكون في الفيميلز تقريبا 50 مره اكثر من الميلز. السبب الاساسي انه اليوريثرا از ماتش شورتر في الفيميلز يعني مقارنه بالميلز، وفعليا الاوبننج اقرب بكثير على البرينيال اريا، فهذا ممكن من اهم الريسك فاكتورز. برضو كمان عندنا اي فاكتور اللي ممكن يعيق الفلو لليورين يعتبر كما او حتى البلادر امبتينج، برضو هذا بزيد عندنا الريسك ل اليو تي ايز. يعني من اهم هاي العوامل او الشغلات اللي ممكن تعمل انترفيرنس وذ اليورين فلو او انه او البلادر امبتينج، في عندنا البريجنانسي، في عندنا البروستيت انلارجمنت. وعشان هيك مثلا في الالدرلي الريسك في الميلز بيكون تقريبا نفسه او قريب على الريسك في الفيميلز، لانه عندنا البروستيت انلارجمنت از كوايت كومن. برضو عندنا كمان الباراليسيس او اي يعني اناتوميكال ديفكت ممكن يعني يعيق الفلو اوف اليورين، برضو كمان هذا بزيد الريسك اوف اليو تي ايز. برضو كمان بالاضافه للبيهيفيرال فاكتورز، انه واحد ما بيروح الحمام يعني خلينا نحكي بروبرلي، انه بيضلوا يحشر خلينا نحكي اليورين، هذا طبعا راح يصير في عندنا ستاجنيشن، في عندنا اعاقه للفلو اوف يورين او البلادر امتينج، وبالتالي بيزيد عندنا الريسك لليو تي اي. طيب برضه كمان من الريسك فاكتورز اللي هو زي ما حكينا قبل شوي في اللي بيصير في حاله الديسندنج روت، اذا كان في عندنا فوكال انفكشن وبيعمل ديسيمينيشن للبكتيريا انتو ذا بلاد ستريم، ساعتها في عندنا ريسك انه جزء من هاي البكتيريا تنتقل من البلاد ستريم للكيدنيز، وساعتها ممكن تعمل بيلونيفرايتس وحتى كمان تنزل للبلادر وتعمل سيستايتس. فوجود هاي الفوكال انفكشنز برضه كمان يعتبر كريسك فاكتور ل اليو تي ايز. طيب في حد عنده سؤال لهون؟ كله تمام واضح؟ طيب الان نيجي نحكي عن الكلينيكال مانيفيستيشن او خلينا نحكي ساينز اند سيمبتومز اوف اليو تي ايز. وطبعا لما نحكي عن الساينز اند سيمبتومز ضروري نفرق ما بين السيستايتس والبيورينفرايتس اللي هم التو ميجر فورمز of UTIs. وبرضو راح نحكي بشكل سريع عن اليوريثرايتس والبروستاتايتس. هسا في اليوريثرايتس المين سيمتوم بالعادة بيكون هو الديسيوريا، واللي فعليا هاي موجودة في كمان الاذر فورمز اللي هم
السيستايتس والبروستاتايتس وحتى البيرونيفرايتس. فالديسيوريا هي one of the most common and important يعني symptom of ال UTIs. هسه في اليوريثرايتس بتكون مور اور ليس هي لحالها موجوده. طبعا لما نحكي ديسيوريا زي ما حكينا يعني هي pain or burning sensation upon urination. يعني ممكن واحد يجي على الدكتور او يجي عليك بالصيدليه ويقول لك لما اعمل urination بحس انه بيحرق او بيوجع، تمام؟ هاي هي بنسميها احنا الديسيوريا. طيب هسه في السيستايتس المين سيمبتومز يعني بيكون عندنا الديسيوريا، وبيكون برضو كمان عندنا الانكريزد فريكوانسي اند ارجنسي اوف يورينيشن. شو يعني انكريزد فريكوانسي؟ انه بالوضع الطبيعي بيروح على الحمام بيعمل يورينيشن مثلا 3 مرات باليوم، بصير يروح 6 أو 7 مرات، فبزيد عندنا الفريكوانسي، وبرضو كمان بزيد عندنا الارجنسي، يعني لما يحشر انه مره واحده بيحشر انه الان بصير بده حمام، تمام؟ هاي بنسميها increased urgency of urination. طبعا برضو كمان بعض الحالات ممكن يظهر عندنا الباس في اليورين. طيب فزي ما انتبهتوا يعني اليوريثرايتس وحتى السيستايتس بيكون عندنا السيمبتومز هم لوكال، تمام؟ هل في عندنا اي سيستميك هل في عندنا اي سيستميك سيمبتومز؟ لا، يعني لما نحكي عن cystitis بنحكي عن dysuria and increase the frequency and urgency of urination. طيب هسه في حالة البروستاتايتس برضو كمان السيمبتومز similar كثير للcystitis، يعني بيكون في عندنا dysuria وبرضو increase the frequency and the urgency، لكن يعني خلينا نحكي sometimes ممكن يكون في عندنا يعني low grade fever، ممكن back pain، وممكن حتى كمان muscle and joint pain، تمام؟ وممكن في بعض حالات الكرونيك بروستاتايتس، يعني بروستاتايتس لما يستمر لفتره طويله، يعني طبعا في اللي اصلا هو بصير فقط في الميلز، ممكن انه يعني مع انه فيري فيري رير، لكن ممكن يؤدي الى كومبليكيشن، يعني يؤدي الى الانفيرتيليتي، لكن زي ما حكينا ذس از ستيل رير، وفقط هذا في الانتريتد كيسز اللي بيستمروا لفترات طويله. طيب هسا بالنسبة للبيورونيفرايتس، بتعرفوا البيورونيفرايتس حكينا وين بيكون الانفكشن؟ بالكدني. بيكون في الكدنيز، وزي ما بتعرفوا انتو انه الكدني هي الكدنيز هم ميجر اورجانز، تمام؟ يعني من اهم الميجر اورجانز، فعشان هيك فعليا حتى البيورونيفرايتس يعني is considered a systemic infection لانها it affects a major organ، تمام؟ فعشان هيك بالاضافة للسيمبتومز اللي بتظهر في السيستايتس، يعني بيكون في عندنا ديسيوريا وبرضه كمان increased frequency and urgency، وبرضه كمان حتى بيكون فيه النوكتوريا اللي هو frequent urination في الليل، يعني بيزيد في عنا كمان الفريكوانسي بشكل ملاحظ خاصة في الليل during the night، وبرضه كمان في حالة البيرونيفرايتس لأنه فعليا هو systemic infection which affects a major organ، برضه كمان بيكون في عنا systemic symptoms من أهمها الفيفر، الشيلز، النوزيا، الفوميتينج، وبرضو كمان الفلانك بين. يعني هذولا very common في حالة البيرونيفرايتس، واللي بالعادة بيكونوش موجودين هذولا في السيستايتس، لأنه فعليا السيستايتس يعتبر local infection، بينما البيرونيفرايتس يسمع أنه هو UTI بس زي ما حكينا لأنه بيأثر على major organ يعتبر systemic infection. فعشان هيك كثير من الحالات يعني بيكون في عنا، وفي معظم الحالات فعليا بيكون في عنا systemic symptoms. طيب بالنسبة للدياجنوسيس اوف اليو تي ايز، ومعلش ناسين هون حرف يو بعدلها ان شاء الله. اليو تي ايز مع انه يعني في حالات كثير احنا ممكن زي ما حكينا هم فيري كومون، يعني بتحكي انت السكند موست كومون تايب اوف انفكشنز، ففي كثير من الحالات مع انه الدياجنوسيس بيكون بيزد على الكلينيكال مانيفستيشن، يعني على السيمبتومز، وبيبداوا في الامبيريكال تريتمنت. هسه اذا الامبيريكال تريتمنت يعني جاوبت خلص يعني هذا هو المطلوب، لكن إذا ما جاوبت بالعادة بيلجأ أنهم يعملوا كلتشر. فالديفينيتيف دياجنوسيس بالعادة بيكون عن طريق الكلتشر، لكن زي ما حكينا هي مش performed for every single case، لأنك بتحكي عن millions of patients يعني أو حتى billions إذا بتأخذ في العالم كله بينصابوا في UTIs. فزي ما حكينا الدياجنوسيس بالعادة في الانكومبليكيتد كيسز والناس اللي ما عليهم ريسك عالي بالعادي خلص، يعني بناء على الساينز اند سيمبتومز او الكلينيكال مانيفستيشن بتم الدياجنوسيس. اذا ما صار في ريسبونس للتريتمنت ساعتها بيعملوا كلتشر
and كمان حتى antibiotics susceptibility testing. لكن بدي أحكي إنه إذا ما استجاب للتريتمنت أو في عندنا certain people عليهم high risk of complications من UTIs، ساعتها هدول يعني بنحتاج إنه نعمل لهم culture. طيب طبعاً الكلتشر ضروري جداً زي ما حكينا إنه يتاخذ نسميه إحنا midstream clean catch، تمام؟ ليش؟ لأنه لو ما أخذنا midstream clean catch، وعرفتوا شو يعني clean catch midstream clean catch صح؟ إنه البيشنت لازم يعني يطلع شوية تورين حتى يعمل خلنا نحكي cleansing، يعني هو يعمل flushing out للميكرو أورجانيزمز اللي بيكونوا موجودين في الأوتر بورشن أو في اليوريثرا، وبعدين بيأخذ العينة، تمام؟ طبعا حتى ما يكون في عندنا عدد كبير من البكتيريا جاي من هذا الاوتر بورشن اوف اليوريثرا. وفعليا حتى الميد ستريم كلين كاتش بالعاده بيكون فيها بكتيريا حتى لو ما في عندنا اكتيف انفكشن، حتى لو ما في عندنا اكتيف يو تي اي، يعني ممكن يكون حتى عندنا موجود اب تو 10 قوه 4 ل 10 قوه 5 كلينيفورم يونت بير ام ال. فعشان هيك كثير من الحالات يعني هم طبعا it is complicated وحسب الريسك فاكتورز وكذا وحسب الريسك على البيشنت، لكن in most cases حتى يعتبروا انه في عنا UTI لازم يكون في موجود 10 قوة 6 او اكثر كولينيفورمينج يونت بير ام ال، يعني contamination في اليورين. يعني حتى لو contamination او اقل من 10 قوة 6 does not indicate usually presence of a UTI. طيب وبرضو كمان on the other hand في عنا some cases of UTIs خاصة إذا كانت في upper part، يعني pyelonephritis في الكيدنيز، هاي ممكن ترى تطلع small numbers في اليورين. فعشان هيك هو مع إنه culture is the most commonly used method for the diagnosis of the UTI أو specific method طبعا، يعني إنه غير الاعتماد على clinical manifestation، لكن still مش highly definitive صراحة. ليش؟ لأنه زي ما حكينا في عنا ممكن ما يكون فيش UTI وستيل يطلع عنا بكتيريا في اليورين، وممكن إنه يكون في UTI يعني pyelonephritis وستيل ما يطلعش عنا large number of bacteria في اليورين. ف we have to consider this, we have to be careful in the diagnosis of the UTIs. طيب هسه الان in term of the prevention and the treatment، يعني يمكن من اهم the preventive measures في حاله ال UTI اول شيء ال good hygiene، لانه زي ما حكينا in most cases البكتيريا اللي بتسبب UTIs بتيجي من البرينيال اريا، تمام؟ فعشان هيك ال good hygiene for that area is very important as a preventive measure لل UTIs. وبرضه كمان the frequent and complete emptying للبلادر، يعني هذا ال behavior برضو كمان بيقلل ريسك اوف اليو تي اي بشكل كبير. طيب في عندنا كمان كلام مع انه ما في عندنا سوليد ساينتفك ايفيدنس، لكن في عندنا يعني سيرتن اوبزرفيشنال ستاديز خلينا نحكي انه يمكن الكرانبيري جوس. بتعرفوا الكرانبيري؟ في حدا فيكم بيعرف الكرانبيري؟ التوت البري. اه دكتور، التوت البري. اه يعني يمكن مش مشهور عندنا احنا في الاردن لانه بيطلعش عندنا ترى في البلد اتوقع، بس الكرانبيري جوز او يعني is believed to reduce the risk of the UTIs طبعا كبريفنشن مش كتريتمنت، ندير بالنا. يعني انتوا رح تسمعوا ويمكن اوريدي في جزء منكم سمع انه والله الكرانبيري جوز كويس مع اليو تي ايز، هو كويس to prevent not to treat. وحتى هاي كمان ما زي ما حكينا ما في عندنا solid scientific evidence، لكن في عندنا some research، يعني خلينا نحكي findings بتحكي انه بيقلل الريسك خاصة الـ UTIs اللي caused by الـ E. coli، لانه بيقلل الـ adherence of الـ E. coli للـ neuroepithelial cells، يعني بيقلل الـ adherence للـ E. coli عشان نحكي على الـ surface of الـ cells الموجودين في الـ urinary mucosa، تمام؟ فعشان هيك يعني خاصة للـ woman في الـ childbearing age، يعني اللي بصير عندها UTI يعني أكثر من مرة ممكن ينصحوها إنه خلاص ضلك اشرب كرانبيري جوز. طيب in terms of treatment طبعا احنا بنحكي عن many bacteria which can cause the UTIs، وبنحكي عن second most common infections. فما راح تلاقوا إنه والله إنه عنا one antibiotic يعني يستخدم لل UTIs، لا فعليا في عنا many antibiotics يستخدم لل treatment of the UTIs سواء بculture أو بدون culture. ففي عنا many lines of treatments. فيعني خلينا نحكي راح نذكر اهمهم الاكثرهم استخداما في حاله السيستايتس، يعني خلينا نحكي اللي هو
less serious form of the UTI. في عنا الترايميثوبريم والسلفاميثوكزازول، تعرفوا يعني هذا الكومبينيشن يعني is commonly used for the treatment of UTIs. والنيتروفيرانتوين، يعني النيتروفيرانتوين فعليا هو الفيرست لاين تريتمنت ان ماني كانتريز ستيل، مع انه انتبيوتيك قديم، وفعليا النيتروفيرانتوين فقط يستخدم مع اليو تي ايز، وزي ما حكينا ات از ستيل ذا فيرست لاين تريتمنت للان كومبليكيتد سيستايتس ان ماني كانتريز. للاسف بالاردن مش موجود، ترى هو مسجل بس مش موجود، لو تلف في الاردن كلها ما تلاقيهوش، which is very strange صح؟ يعني انت بتحكي عن دواء يستخدم كفيرست لاين تريتمنت ان السكند موست كومن تايب اوف انفيكشنز، بس للاسف يعني في من دوافع ماديه، الدواء هذا قديم ورخيص يعني وجينيريك، ويمكن مش كثير حتى المستودعات اللي مسجليته مش انترستد انها تجيبه وتبيعه، لانه كمان للاسف الاطباء بطلوا يكتبوه يمكن مور اور ليس، مع انه ستيل هايلي افكتيف، وحتى الريزيستنس له ترى مش كثير عالي يعني ستيل اقل من النيور ايجنتس. واي مش موجود عندنا والله ماني عارف، بس هو ستيل ان ماني كانتريز از ستيل ذا فيرست لاين تريتمنت فور الان كومبليكيتد يو تي ايز، طبعا كامبيريكال ثيرابي. برضه زي ما حكينا السلفاميثوكزازول والترايميثوبريم يعني هذول كومنلي يوزد. برضه في عندنا كمان الفلوروكوينيلون زي السيبروفلوكساسين يعني فور اكزامبل، او النوروفلوكساسين، برضه هذول ستيل وبرضه هذول commonly used for the treatment of UTIs. والبنسلينز والسيفالوسبورينز كمان يعني زي الأموكساسيلين أو حتى السيفالوسبورينز الفيرست والسكند جينيريشن سيفالوسبورينز، يعني هذول الأدوية من أكثر الأدوية استخداما في التريتمنت زي ما حكينا خاصة في السيستايتس. هسا بالنسبة للبيولونيفرايتس حكينا احنا البيولونيفرايتس هو it affects a major organ، وعشان هيك it is considered a more serious form of the UTIs، وعشان هيك التريتمنت بالعاده بتكون مور سيريس يعني خلينا نحكي مور ديفيكلت، وبالعاده بيستخدموا يعني اي في انتيبيوتكس، هاي دوزز اوف اي في انتيبيوتكس، ومن الاكثرهم استخداما في عندنا الامينو جلايكوسايدز زي الجنتامايسين يعني فور اكزامبل، او الثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز يعني زي السيفترياكزون او السيفتازيديم او السيفوداكزيم، تمام؟ يعني هذول برضه من الاكثرهم استخداما. هسه اذا كانت البكتيريا اللي بتسبب اليو تي اي يعني بتنتج إشي بنسميه إحنا الإي أس بي أل، الإي أس بي أل هو الإكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميزز. تعرف تتذكروا لما تتذكروا البيتا لاكتاميزز حكينا عنهم صح؟ تتذكروا البيتا لاكتاميزز حكينا إحنا إنه في بكتيريا بتصنع بيتا لاكتاميزز اللي بيكسروا البيتا لاكتام رينج تبعات البيتا لاكتامز، طبعا بيتا لاكتامز يعني زي من أشهرهم البنسلينز والسيفالوسبورينز. هسا في عنا هذولا يعني بعض الإنزيمز أو سبيشال تايب أو في البيتا لاكتاميزز بنسميهم إحنا الإكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميزز. هذولا إذا البكتيريا بتنتجهم يعني مسبب هذا الإنفكشن يزبطش تستخدم معها تقريبا، هاي بالعادة البكتيريا بتكون highly problematic بكتيريا، حتى بنصحكم تقرأوا عنها شوية يعني تقرأوا عنها further. هاي البكتيريا is a highly problematic بكتيريا، وبالعادة بتكون عندها multi drug resistant يعني resistant to most known antibiotics، وفعليا بيزبطش بالعادة معها إلا last resort antibiotics من أهمهم اللي هو الكاربابينيمز. فإذا كان في عنا الكوزاتيف ايجنت او الكوزاتيف بكتيريا كانت اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز برودوسينج بكتيريا، يعني بدك تستخدم معها الكاربابينيمز. كاربابينيمز يعني زي الايميبينيم طبعا ان كومبينيشن وذ السيلاستاتين، او الميروبينيم يعني فقط مور اور ليس فقط هذول بيزبطوا. يعني طبعا ممكن سم اذر انتيبيوتكس غير البيتا لاكتامز، لكن بالعاده هذا هو الفيرست لاين تريتمنت او الدراج اوف تشويس مع ساتش بكتيريا. طيب في حد عنده سؤال على اليو تي ايز؟ دكتور كيف البوست بيبين باليورين؟ كيف الايش؟ البوست في حاله السيستايتس في اليورين اناليسيس في لا يعني قصدك انت ليش حاطينه احنا مع السيمبتومز؟ هسا بتعرف انت اليورين لازم يكون كلير، تمام؟ يعني هسا امراض المريض بلاحظ انه يعني في عندي انا بس في اليورين يعني بصير اوبيك، بصير تيرب يعني بصير اوبيك لونه. وطبعا برضه في اليورين اناليسز لما يعملوا زراعه يعني لما ياخذ عينه يورين هم بالعاده بيعملوا زراعه وبيعملوا يورين اناليسز، وبيكون في الريزلتس موجود انه باس، فبقول لك بريزنت او ابسنت.
فهي يعني بتنفحص هاي في اليورين اناليسيز، وبرضه كمان البيشنت نفسه ممكن يحس انه اليورين عندي انا مبين انه مش كلير، انه تيربد، انه بيرلنت. تمام. يس تمام، شكرا. طيب الان نحكي عن 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 كومبليكيشن، خلينا فعليا نحكي عنه، مش هو انفكشن بير سي مهم، اللي هو البوست انفكشس اجلوميريولو نفرايتس. طبعا لما نحكي اجلوميريولو نفرايتس بنحكي احنا انفلاميشن او انفكشن في الكيدنيز، وان بارتيكولر في الاجلوميريولاي. تمام. هذا البوست انفكشس اجلوميريولو نفرايتس او بيسموه حتى البايتس ديزيز. طبعا ليش بنسميه احنا بوست انفكشس؟ لانه بالعاده بصير افتر ا سيرتن انفكشن، هسه رح نحكي عنه. فهو واحد هذا من البوست انفكشس كومبليكيشنز، يعني واحد بصير معه انفكشن بخلص الانفكشن، يعني سواء انه باي انتيبيوتيك تريتمنت او حتى بدون تريتمنت ممكن ينتهي هذا الانفكشن، وبعد ما يخلص الانفكشن بيبدا يظهر، يعني ممكن باسبوع اسبوعين او حتى اكثر بيبدا يظهر او يتطور هذا الكومبليكيشن اللي هو البوست انفكشس جلوميرولونفرايتس. طب شو هذا الانفكشن اللي بعديه بفتره ممكن يظهر عنا هذا المرض؟ هو عباره عن الستريب ثروت باي ذا واي، يعني اللي هو التهاب الحلق اللي كوزد باي ستريبتوكوكس بايوجينيس. يمكن تتذكر لما حكينا احنا عن البكتيريا ايدنتيفيكيشن حكينا ان الستريبتوكوكس بايوجينيس هاي مشهوره كثير كثير في البوست انفكشس كومبليكيشنز، واللي منها الجلوميرولونفرايتس. طبعا هو لانه ات افكتس الكيدنيز فاحنا بنحكي عنه في هذا الشابتر اللي هو شابتر اليوثيرايز. بس زي ما حكينا يعني في عندنا سيرتن بيشنتس بصير عندهم انفكشن وذ الستريبتوكوكس بايوجينيز، في ممكن يكون في الفارينكس، يعني مش في اليورين تراكت، لا ممكن يكون التهاب حلق يعني فارنجايتس، او حتى سم يعني ممكن يكون حتى ان سيرتن كيسز سكن انفكشن، او خلينا نحكي ممكن في اي بادي بارت. هسه في عندنا سيرتن سترينز من هاي البكتيريا عندهم انتيجين، يعني في عندهم سيرفيس بروتين very similar لبروتين موجود في الجلوميرولال تيشوز. تمام. فعشان هيك الميون سيستم لما يروح يصنع انتيبوديز اجينست ذس بكتيريا، هذول الانتيبوديز they will cross react with those proteins او البروتينز اللي موجودين في الكيدني تيشوز. تمام. وبالتالي الاميون سيستم راح يهاجم البكتيريا as well as زي ما حكينا الكيدني تيشو. ولما طبعا لما الانتيبادي يهاجم، عرفت انتوا اخذتوا اميونيتي صح؟ الاميونولوجي صح؟ يعني يمكن ما شرحنا لكم اياها بس اخذتوها ماده ان بارلل. تمام. بتعرفوا هسه لما يكون في عندنا بروتين موجود في التيشو ويصنع له انتيبادي، الانتيبادي هذا راح يرتبط مع هذا البروتين او الانتيجين وبيطلع عندنا اللي بنسميه احنا الاميون كومبلكس. طبعا هذا سيلف بروتين، يعني البروتين الموجود في الكيدني تيشوز هذا بروتين جسمنا بيصنعه. تمام. فايت ويل بي كونتينيوسلي برودوسد وايت ويل بي كونتينيوسلي اتاكت باي الانتيبادي. تمام. فبصير في عندنا بيرسيستنت فورميشن لهذا الاميون كومبلكس طبعا موجود في الكيدني تيشوز. ولما يكون في عندنا اميون كومبلكس وكونسيستنتلي فورمد ان ا سيرتن تيشو، هذا بيعمل بالعاده اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم، والاكتيفيشن للكومبلمنت سيستم راح يؤدي الى انفلاميشن. فبصير في عندنا بيرسيستنت او اللي هو يعني كرونيك انفلاميشن ان الكيدني تيشوز. فهاي هي خلينا نحكي الباثوجينيسيس يعني اللي بتصير في حالة البوست انفكشس جلوميرولونفرايتس. طبعا الانفلاميشن بيرسيستنت انفلاميشن اللي بيصير في هاي في الجلوميرولاي او الكيدني تيشوز راح يؤدي الى انها تيجي الفاجوسايتس وتضلها موجوده في المنطقه وتعمل ريليز لها الهيدروليتيك انزيمز، والهيدروليتيك انزيمز راح يعملوا تيشو دامج وبالتالي راح يسببوا دامج للجلوميرولاي، وهذا بيؤدي بالعاده الى الليكج اوف البلد اند البروتين، يعني بصير في عندنا هيماتويوريا اند البروتين يوريا. طبعا التريتمنت كان كيور يعني ذس بالعاده بتاخذ لونج تايم، يعني بتاخذ من 3 الى 12 شهر، لكن للاسف انه ممكن في بعض الاحيان يؤدي الى بيرمننت كيدني دامج، وحتى فيو اوف ذم او سم بيشنتس يعني ذي مايت داي اوت يعني او از ا ريزلت اوف ذس ديزيز. طيب يعني بدنا نحكي كثير كثير ديتيلز عنه، بنكتفي بس بهذا القدر. وبالان بننتقل ل
بسميهم الفينيريال ديزيزز، او خلينا نحكي الديزيزز ويتش افكت الجينيتال سيستم او الريبرودكتيف سيستم او الجينيتال اتراكت. طيب بس قبل هيك في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال للي شرحناه الان؟ طيب معناته ننتقل للانفيز زي ما حكينا الانفكشنز which affect الجينيتال تراكت، واللي معظمهم فعليا هذول عبارة عن STDs. يعني طبعا لما نحكي STDs بنحكي عن sexually transmitted diseases. طيب ونبدأ أول شيء في الجونوريا. الجونوريا واللي أتوقع بالعربي بسموها السيلان، مش هيك؟ السيلان بسموها أتوقع الجونوريا. طيب هسا هاي الجونوريا أو اللي هي طبعا it is an infection. It is a sexually transmitted disease or sexually transmitted infection. هاي caused by bacteria اسمها نيسيريا جونوريا، وإذا بتتذكروا حكينا هاي في إلها كومن نيم بنسميها إحنا الجونوكوكس. شو في عنا كمان species من النيسيريا very medically important؟ مين بتذكر لما حكينا عن البكتيريال identification لما كنا نحكي عن الجرام نيجاتيف كوكساي؟ اذا بتتذكروا حكينا احنا من الجرام نيجاتيف كوكساي عندنا مينلي وان جينس ميديكالي امبورتنت او هايلي ميديكالي امبورتنت اللي هو النيسيريا، وفعليا فيها هاي تو سبيشيز ويتش ار هايلي ميديكالي امبورتنت. هذا واحد منهم اللي هو النيسيريا جونوريا او الجونوكوكس. الثاني اذا بتتذكر اللي هو النيسيريا مننجيتايدس او المننجوكوكس بنسميها، تمام؟ تذكروا حكينا هذيك من الimportant causes of البكتيريا المننجيتس، وهي الموست سيريس فورم of البكتيريا المننجيتس. طيب نرجع الآن للنيسيريا جونوريا. زي ما حكينا هي عبارة عن facultative intracellular gram negative diplococci. شو يعني diplococci؟ يعني بالعادة بتكون موجودة in pairs، تمام؟ طب شو يعني facultative intracellular؟ ممكن تعيش جوا أو برا الخلية؟ نعم، انها بتعيش، هي بالعاده في الهيومن بادي في الهوست بتعيش انسايد السيلز، فهي انتراسيلولر. لكن في المختبر لو جبتها وحطيتها على بروبر جروث ميديا ستيل بتقدر تعيش اون اتس اون، تمام؟ طبعا عكسها ايش في عندنا؟ في عندنا الاوبليجيت انتراسيلولر بكتيريا، اوبليجيت ذي كان اونلي ليف انسايد الهوست سيلز، تمام؟ هاي لا مش اوبليجيت، فاكولتيف بنسميها فاكولتيف انتراسيلولر، طبعا هي جرام نيجاتيف ديبلوكوكساي. هاي الديسيز الجونوريا هو ستريكتلي هيومن انفكشن. ليش؟ لانه يعني هاي البكتيريا بالعاده حكينا انسايد الهوست بتعيش جوا السيلز، وهاي البكتيريا كهوست سيلز فقط هو سبيسيفيك تايب اوف الهيومن سيلز الموجودين في الجينيتال اتراكت. فعشان هيك الانفكشن هذا بالعاده فقط بيظهر في الهيومنز، وفعليا هو واحد من اهم ومن وحتى فعليا من الموست كومن سيكشوالي ترانزميتد ديزيزز. طيب هسا عندنا تقريبا 10% من الميلز، وعندنا اب تو 50% من الفيميل بيشنتس اوف ذيس ديزيز، يعني اللي عندهم جونوريا بيكونوا اسيمتوماتيك. شو يعني اسيمتوماتيك؟ انه فيش عنده سيمتومز اصلا، وحتى بيكونش عارف اصلا انه معاه جونوريا. وهذولا الاسيمتوماتيك كاريرز او الاسيمتوماتيك البيشنتس وذ الاسيمتوماتيك انفكشنز اوف الجونوريا، فعليا هم بيعتبروا الميجر ريزرفوار للبكتيريا والميجر سورس اوف انفكشن. طبعا اي واحد معه جونوريا يعتبر يعني سورس اوف ترانسميشن او يعتبر ريزرفوار لهي البكتيريا، لكن بالعاده يعني اللي معاه انفكشن يعني مش رايح يروح يدخل في سيكشوال، يعني خلينا نحكي مش رح يعمل سيكشوال انتركورس يعني مع حدا ثاني الا بالعاده الا يعمل تريتمنت، مش هيك؟ لكن المشكله في الاسيمتوماتيك بيشنتس او الاسيمتوماتيك كاريرز، هذا مش عارف اصلا انه معاه جونوريا، وبالتالي هم هذول خلينا نحكي بيعتبروا الميجر سبريدرز، لانه حتى بيكونش عارف اصلا انه معاه الانفكشن وستيل بيكون كونتاجيوس، بس ستيل بيكون انفكشس، يعني حتى الاسيمتوماتيك كيسز بيكونوا كونتاجيوس، تمام؟ طيب طبعا هي sexually transmitted disease، يعني it is transmitted by direct contact mainly sexual contact، وعشان هيك it mainly affects sexually active young adults في الدول، mainly في الدول اللي فيها علاقات مش منظمة. يعني الحمد لله احنا في دولنا
يعني في الدول الإسلامية بشكل عام اللي فيها يعني إنه معظم العلاقات الجنسية بتكون في إطار الزواج، يعني هاي الانفكشنز البريفرنس تبعها أقل بكثير. بس في الدول اللي بتعرفوا يعني بيكون يعني مش كنترول ده الموضوع، خاصة إذا كان في مالتيبل بارتنرز يعني بطريقة مش كنترول، يعني هذول بيكونوا فيري فيري كومون، هذول السكشوالي ترانسميتد ديزيزز زي ما حكينا، وخاصة في السكشوالي اكتيف يونج ادلتس، لأنه هذول they tend to يعني practice ال unsafe sex خلينا نحكي بشكل عام. طيب برضو كمان بدنا نحكي انها كمان هاي كان بي ترانسميتد فيرتيكالي during البيرث، يعني اذا كان في عندنا وومن بريجننت وومن معها جونوريا طبعا راح تكون موجوده هاي في البيرث كانال، وعشان هيك during البيرث يعني طبعا ما بتنتقل هي during البريجننسي، لا during البيرث ممكن انها تنتقل من البيرث كانال للفيتس. برضو كمان بنحكي انها it can be transmitted vertically، هذا تذكروا حكينا هذا نسميه vertical transmission. طبعا البكتيريا هاي من ال virulence factors المهمين فيها نحكي عنهم، في عنا تتميز هاي البكتيريا بانه عندها الفيمبريا، الفيمبريا بتعرف هم عباره عن اتاشمنت بيلاي كنا حكينا عنهم قبل هالمره، وبرضه هاي بتتميز بانها بتنتج الاميونوجلوبولين اي بروتيازز، يعني بتنتج بروتيازز بكسروا او بحطموا الاميونوجلوبولين اي اللي هم تايب اوف الاميونوجلوبولين تايب اوف الانتيبادي اتوقع اخذتوهم، اللي بيكونوا بالعاده موجودين على الميوكس ميمبرينز او في البادي سكريشنز ان جنرال انكلودينج الميوكس او حتى اللاينينجز اوف الميوكس ميمبرينز. طيب سبت احكي الجونوريا هاي فعليا هي بتعمل انفكشن في اليوريثرا، يعني بتعمل يوريثرايتس تمام، وهاي من البكتيريا القليله جدا اللي عندها عندها القدره انها تعمل انفكشن في اليوريثرا وبالتالي تسبب يوريثرايتس، وهدول الشغلتين هن اللي بمكننها، فعشان هيك احنا ذكرناهم. ليش معظم البكتيريا يعني حتى تبعات اللي بسبب يو تي ايز احنا حكينا بالعاده ما بيعملوش يوريثرايتس صح؟ يعني شفتوا اللي بيعملوا يو تي ايز يعني زي الايكولاي والسودوموناس ايريجينوزا ستافيلوكوكس والبروتياس يعني والستافيلوكوكس ابيديرميدس، حكيت لكم انا مع انه الكتاب حاطط بس بالعاده بيعملوش هذولاك يو تي بيعملوش يوريثرايتس تمام؟ ليش؟ لانه اليوريثرا ده بيكون في عندنا سترونج فلو لليورين، فعشان هيك اي بكتيريا او اي شيء موجود هناك يوجوالي ات ويل بي فلاشد اوت، راح تطلع من السترونج فلو اوف اليورين. لكن هاي البكتيريا شو حكينا في عندها؟ في عندها فيمبريا بتمكنها انها ايش؟ انها يعني تلتصق بشكل قوي على الميوكس ميمبرين الموجود في اليوريثرا، فعشان هيك يعني بيزيد عندنا الريسك انها تعمل كولونايزيشن تعمل جروث وبالتالي انفكشن. لا ومش بس هيك كمان احنا في اليوريثرا على الميوكوزا تبعت اليوريثرا بيكون بالعاده في عندنا اميونوجلوبولين اي، يعني هذول انتي بوديز واللي بيهاجموا بالعاده المايكرو اورجانيزمز، هاي البكتيريا بتكسرهم بتحطمهم، فزي ما حكينا عشان هيك هاي البكتيريا عندها سبيشال ابيليتي تو انفكت اليوريثرا تمام، نتيجه وجود هذول مينلي نتيجه وجود هذول الفيريولنس فاكتورز. طيب الان نيجي نحكي عن الكلينيكال مانيفيستاشن، يعني خلينا نحكي على الساينز اند السيمبتومز، وفعليا لما نحكي عن الكلينيكال مانيفيستاشن ضروري جدا نفرق بين الميلز اند الفيميلز، ونبدا اول شيء في الفيميلز. طيب طبعا النسيريا جونوريا او الديسيز اللي هو الجونوريا في الفيميلز يوجوالي ات انفكت بوث اليورينري اند الجينيتال تراكتس، واز ا ريزلت بالعاده it causes اللي هو both the urethritis لأنها it infects the urethra و the cervicitis. where the cervicitis cervicitis inflammation in what مين بيعرف cervicitis السيرفيكس cervix نعم اللي هو عنق الرحم نسميه مش هيك اللي هو طبعا part of the genital tract. ففي الفيميلز يعني المين مانيفيستيشن للجونوريا هو بوث يوريثرايتس اند سيرفيسايتس تمام. طبعا ان تيرم اوف سيمبتومز بالعاده يعني لما يكون يوريثرايتس اند سيرفيسايتس بالعاده بيكون في عندنا من اهم السيمبتومز هو الميوكوبيرولنت فاجينال ديسشارج او ميوكوبيرولنت ديسشارج سواء فاجينال او يوريثرال ولا بوث. ولما نحكي ميوكوبيوريلنت يعني بيكون بلادي بيكون بيوريولنت بيكون يعني تيربد اوبيك تمام، يعني بيكون مش ووتر ديسشارج مش كلير ديسشارج، لا بيكون ديسشارج
which is mucopurulent. بعكس اللي يعني طبعا في يعني احنا عندنا كمان من الميجر كوز اوف اليوريثرايتس اند السيرفيسايتس في عندنا نن جونوكوكال انفكشنز من اهمهم يعني زي الكلاميديا، هذيك بالعاده بتعمل كلير ديسشارج. فعشان هيك بيعتبروا هذا من الميجر ديفرنسز انه الجونوريا بتعمل ميوكوبيورولنت او بلاد ديسشارج بينما الكلاميديا بتعمل نن بيورولنت او ووتر ديسشارج. لكن هل بدي احكي انا ضروري جدا هل بنقدر نعتمد على هذا الفرق في الدياجنوسيس؟ نو وي كانت. ليش؟ لانه ستيل في بعض حالات الكلاميديا ممكن يكون ميوكوبيورولنت وممكن بعض حالات الجونوريا مع انه نوت تيبيكال لكن ستيل ممكن يكون مش كثير ميوكوبيورولنت. تمام، فهو من الميجر ديفرنسز لكن ما بنقدر نستخدمه او نعتمد عليه فقط لاجل الدياجنوسيس، لكن ستيل هو من الميجر ديفرنسز. برضه كمان فيري فيري كومون، من الفيري فيري كومون سيمبتومز في عندنا الديسيوريا والديسبارونيا. الديسبارونيا او الديسيوريا، شو الديسيوريا؟ اللي حكينا عنها قبل شوي. ايوه اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي البين او البيرنينج سنسيشن ديورينج اليورينيشن، لانه حكينا هاي بتاثر يعني ات انفكتس اليوريثرا. تمام، لانه ات انفولفز اليوريثرا يعني بيكون في عندنا يوريثرايتس. وبرضه كمان الديسبارونيا، الديسبارونيا اللي هو البين ديورينج السيكشوال انتركورس. ليش؟ لانها ات افكتس السيرفكس. تمام، طيب فهذولا يعني هذولا هم الثري مين سيمبتومز ان الفيميلز للجونوريا اللي هو الديسيوريا ديسبارونيا بالاضافه للميوكوبيورولنت ديسشارج. وطبعا كمان في كثير من الحالات ممكن يكون في عندنا اللور ابدومينال بين. طيب يعني هم لوكال سيمبتومز، تمام، مش سيستميك سيمبتومز. طيب هسه بدنا نحكي يعني نقطه كثير مهمه انه هاي البكتيريا يعني في لما يكون مثلا في عندنا فيميل وعندها جونوريا، هاي البكتيريا in certain in a few cases in certain cases it can ascend it can ascend لل upper part of the reproductive system. احنا حكينا mainly هاي بتعمل infection في اليوريثرا من اليورينري تراكت وفي السيرفكس من الجينيتال تراكت او من reproductive system. لكن in certain women ممكن تطلع من السيرفكس وتوصل للأبر بارت اوف الريبرودكتيف سيستم، يعني ممكن توصل لليوترس او الفالوبيان تيوبس او حتى الاوفريز. طبعا راح تعمل هناك انفلاميشن وهذا بنسميه احنا البلفيك انفلاماتوري ديزيز. شو يعني بلفيك انفلاماتوري ديزيز؟ معناته بناء هذا الكلام هو اي انفلاميشن البلفيك انفلاماتوري ديزيز، وذيس از ا فيري امبورتنت كومبليكيشن اللي هو البي اي دي. هذا هو عبارة عن general term which describes any inflammation in the upper part of the female reproductive system. زي ما حكينا اليوترس يعني الرحم أو الفالوبيان تيوبس أو الأوفريز. تمام، هسا من الميجر causes of the PID هو الجونوريا والكلاميديا، والله كمان رح نحكي عنها كمان شوي. شو مشكلته هذا PID؟ هذا PID هو leading cause للinfertility. تمام، شو يعني infertility؟ يعني العقم. العقم، نعم. فبنحكي عن very important complication. يعني ال PID اللي هو ال pelvic inflammatory disease هو من ال leading causes of the infertility in the females. تمام، طيب وهسا من ال leading causes of the PID ال pelvic inflammatory disease شو هو؟ الجونوريا. الجونوريا والكلاميديا both. تمام، فعشان هيك الجونوريا والكلاميديا هذول sexually transmitted diseases دائما بيحملوا if kept untreated they carry a risk of infertility او sterility على الفيميل. طبعا زي ما حكينا it is a rare complication، بس حتى لو انه rare still important. ليش؟ لانه حكينا الجونوريا وبرضه كمان الكلاميديا they are among the most common sexually transmitted diseases، يعني وخاصة in certain parts of the world they are very common. تمام، فحتى لو النسبة قليلة استيل بتحكي عن large number of females بيصير عندهم infertility أو sterility نتيجة هدول الinfections. طبعا وكمان حتى ممكن يؤدي إلى ectopic pregnancies. شو الميكانيزم إنه PID بيعمل infertility؟ هسا لما يعمل inflammation في الovaries أو في الفالوبيان tubes، حتى لو الانفلاميشن الجسم تعامل معه بالعادة هذا رح يؤدي إلى يعني formation لسكار تيشو. هسا السكار تيشو هذا في كثير من الحالات أو في بعض الحالات ممكن يؤدي إلى obstruction أو blockage لهدول الفالوبيان يعني للفالوبيان تيوبس، وبالتالي
يعني بيمنع انتقال الـ 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 يعني خلينا نحكي الايج او الـ 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 حتى الفيرستلايزد ايج لمكانها الطبيعي اللي هو في الرحم، حتى ممكن يعمل يمنع الفيرتلايزيشن اول توجذر. تمام. طيب هسه برضه كمان في عندنا من الاذر كومبليكيشنز للجونوريا اللي بس ممكن تصير في الفيميلز، يعني حتى هذول اوتسايد الريبرودكتيف ترايت كمان، يعني مش كومون لكن ستيل موجودين، انه ممكن يصير في عندنا اريثرايتس، ترى كرونيك اريثرايتس كوزد باي ذس بكتيريا، لانه هاي البكتيريا ممكن تدخل البلاد ستريم وممكن تعمل ديسيمينيشن للجوينتس، ولا حتى ممكن كمان توصل للسكن. طبعا وصولها للجوينتس راح يؤدي الى انفلاميشن هناك، وبالتالي بيصير في عندنا اريثرايتس، ووصولها للسكن بيؤدي الى سكن ليجنز، يعني بالعاده بيكونوا على شكل بابولار راش which is painful، يعني باي ذا واي يعني هذول زي ما حكينا من الرير كومبليكيشنز اوف الجونوريا. وفي عنا لسه حتى رير اكثر كمان ان فيري 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 فيو كيسز ممكن انها تروح توصل المننجس وبالتالي تسبب لنا مننجايتس زي بنت عمها اللي هي النسيريا مننجيتايتس، فهي وصولها للمننجس برضو كمان بيحمل ريسك انه يصير مننجيتايتس، يعني بكتيريا مننجيتايتس which is a very serious infection، وحتى كمان ممكن انها تعمل infection في الهارت فالفز او في الهارت in general في الهارت فالفز in particular، وبالتالي تؤدي للإندوكارديتس. يعني هذول المننجيتس والإندوكارديتس طبعا والكرونيك أرثرايتس والبابولار راش من possible complications لهذا الديسيز اللي هو الجونوريا، بس زي ما حكينا بالعادي رير، وخاصة المننجيتس والإندوكارديتس فعليا very very rare لكن still possible. طيب دكتور عندي سؤال. تفضلي دكتور. هلا قلنا الجونوريا بتعمل PID، تمام، إذا الوحدة مثلا انصابت فيه أكثر من مرة ولا إذا طول علاجه ولا إيش يعني، ولا هو دائما إذا انصاب؟ Yes. شوفي هسه البي اي دي هو كومبليكيشن للجونوريا، يعني زي ما حكينا احنا بالعاده الجونوريا ات افكتس السيرفكس واليوريثرا، تمام، لكن ككومبليكيشن ان فيري يعني ان فيو وومن، طبعا يعني بنسبه قليله من الومن البكتيريا ممكن تطلع للابر بارت اوف الريبرودكتيف سيستم، يعني مش لازم دائما اللي معاه الجونوريا بالاخر انه لازم يصيب لا لا لا, لا 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 هو هو هذا 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 خلينا نحكي كومبليكيشن، هو رير كومبليكيشن، هو رير كومبليكيشن، نعم. فان سيرتن بيشنتس اذا البكتيريا طلعت لسبب ما من السيرفكس ووصلت الفالوبيان تيوبس والاوفريز، ساعتها ممكن يصير هذا، تمام تمام. طيب هسه لما نحكي عن جونوريا ان ميلز، الميلز بالعاده بيكون عندنا سايت اوف انفكشن هو اليوريثرا، فعشان هيك المين اللي بيصير فيه يوريثرايتس كمان مانيفيستيشن اوف الجونوريا طبعا which is characterized by dysuria اللي هو pain or burning sensation زي ما حكينا during urination، بالإضافة للmucopurulent discharge أو yellowish discharge، يعني بالعادة اثنيناتهم سواء الميلز أو الفيميلز بيكون mucopurulent، تمام، في الميلز بيكون yellowish خلينا نحكي عصفار، في الفيميلز بيكون bloody in most cases. طيب هسا طبعا الميلز فيش عندهم سيرفكس فبصير سيرفيسايتس، يعني مين اللي بيكون في عندنا يوريثرايتس. طيب هسا ان سيرتن بيشنتس برضو كارير كومبليكيشن ممكن كمان هاي البكتيريا تطلع وتوصل الابر بارت اوف الريبرودكتيف سيستم، يعني ممكن توصل البروستاتس وبالتالي تسبب بروستاتايتس، ممكن توصل للابيديميس وتسبب ابيديمايتس، وممكن تسبب أوركايتس. أوركايتس يعني إنفلاميشن وين؟ مين بيعرف؟ مين عمره سمع فيه؟ في التستس دكتور. نعم إكسلنت، في التستس. فبرضو كمان ممكن توصل للتستس وممكن يعني تسبب أوركايتس. وهدول يعني الأوركايتس والإبيديمايتس in particular كمان ممكن يؤدوا إلى formation of اللي هو السكار تيشو، واللي بحد ذاته ممكن يعمل بلوكج للإبيديميس وبالتالي يؤدي إلى infertility. فحتى في الميلز الجونوريا كان lead to infertility أو sterility. طبعا هذا لا يسمى PID، بنسميهوش pelvic inflammatory disease، PID فقط بنستخدمه مع الفيميلز، تمام، لكن still الجونوريا يعني بتعملش PID في الميلز، لكن نعم ممكن to ascend للأبر بارت of a reproductive system وتؤدي ultimately ل infertility. فالجونوريا can cause infertility أو instability
in both the females and the males. لكن still زي ما حكينا in both هو rare complication, يعني مش أي patient راح ينصاب فيه أو يؤدي عنده إلى infertility. تمام. طيب هسا إحنا تذكروا كمان حكينا ممكن هاي البكتيريا تنتقل للنيونيتس للنيولي بورن, يعني خلينا نحكي infants اللي بنسميهم النيونيتس. في النيونيتس شو اللي المين كلينيكال مانيفستيشن؟ المين كلينيكال مانيفستيشن هو اي انفكشن. يعني in most neonates هاي البكتيريا لما تنتقل من البيرث كانال للفيتاز usually it will cause an infection in the eyes اللي بنسميه احنا الاوفثالميا نيوناتورم. هاي الاوفثالميا نيوناتورم if left untreated it can cause a blindness. تمام. فممكن تؤدي الى loss of sight, تؤدي الى العمى. فعشان هيك very very important دكتور. تفضلي. هاي اللي اخذناها نفسها بالسكن انفكشنز. يس يس, لما حكينا عن الاي انفكشنز يعني هاي برضو كمان من البوسيبل كومبليكيشنز للجونوريا او سم اذر انفكشنز زي الكلاميديا. برضو حتى الكلاميديا بتعمل اوفثالميا نيوناتورم اذا انتقلت للنيونات ديورينج الدليفري. فعشان هيك very important برود نذكر very important انه مباشره immediately after birth اي وحده يعني معها جونوريا او حتى والله كلاميديا مباشره بعد البيرث لازم نستخدم انتيبيوتيك اي دروبس مع النيونات حتى نخدع هاي البكتيريا قبل لا تعمل اي انفكشن, لانه زي ما حكينا such infection can possibly lead to the blindness. طيب in terms of the treatment الجونوريا يعني historically زمان كان البنسلين هو the first line of a treatment او كان the drug of choice, لكن many strains من هاي البكتيريا يعني صاروا الان في عندهم صار في عندهم resistance ل البنسلين. يعني حتى كانوا يستخدموا البنسلين جي, فعليا البنسلين جي هو كان الفيرست لاين تريتمنت فور ذس ديزيز. لكن البكتيريا هاي ترى من البكتيريا اللي بتعمل ريزيستنس يعني خلينا نحكي بشكل كبير. فموست سترينز الان صفوا ريزيستنت للبنسلين جي, صاروا يستخدموا معها الفلوروكوينولونز والماكرولايدز يعني زي الازيثروميسين والتتراسايكلينز. بس برضو جديد موست سترينز ترى صار عندهم ريزيستنس لهذول الانتيبيوتكس. عشان هيك الان الدراج اوف تشويس او الفيرست لاين تريتمنت هو ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز يعني زي السيفترياكزون والسيفترياكزون ان بارتيكولر. تمام. فمع انه نعم يعني الجونوريا بجوز تقرا بكتاب يقول لك الفيرست لاين تريتمنت هو البنسلين جي او الفلوروكوينولون او كذا, نعم هذول ذكرتهم يستخدموا وكانوا يستخدموا كفيرست لاين تريتمنت مع الجونوريا, لكن كرنتلي الان الفيرست لاين تريتمنت هو ثيرد جينيريشن سيفالوسبورينز which is usually given in combination with الازيثروميسين. ليش بعطوه in combination with الازيثروميسين؟ لانه كثير من الحالات الجونوريا اصلا بيكون معها كلاميديا, كثير من الحالات بيصيروا مع بعض. فالسيفترياكزون تو كفر الجونوريا والازيثروميسين تو كفر الكلاميديا. يعني خاصه لما يكون ميوكوبيرولين ديسشارج, يعني هسه الكلاميديا بتعمل ديسشارج ممكن يكون كلير, الجونوريا بتعمل ديسشارج ممكن يكون بيورولين. طب لو كانوا موجودين الاثنين مع بعض شو بيطلع عنا, كلير ولا ميوكوبيرولين؟ ميوكوبيرولين 100%. يعني اخلط كلير مع ميوكوبيرولين بيطلع عندك ميوكوبيرولين. فعشان هيك بالعاده مع لما يكون في ميوكوبيرولين ديسشارج يعني يوجوالي كدياجنوسيس دي ويل يعني لين توارد الجونوريا. بس بقول لك هذا لا يعني it doesn't rule out وجود الكلاميديا. فبالعاده بيعطوا كومبينيشن اوف السيفترياكزون اند الازيثروميسين, وفعليا هو كرنتلي الان يعتبر الفيرست لاين تريتمنت فور الجونوريا. طيب وبرضه كمان very important انه sexual partner to be tested زي ما حكينا, هاي من اهم sexual transmitted diseases. فاي حدا بيجي معه جونوريا it's very important to test the partner. ليش؟ لانه زي ما حكينا كثير من الكيسز خاصة في الفيميلز up to 50% of the cases بيكونوا completely asymptomatic. فممكن البارتنر كمان يكون معه هذا الديسيز وموست لايكلي راح يكون معه هذا الديسيز حتى لو فيش عنده سيمتومز. فvery important to be tested واذا طلع عنده الانفكشن طبعا to be treated. واذا انه ما فيش عنده الانفكشن it's very important انه ما يصير sexual intercourse until the treatment is complete. تمام. لانه اذا ما انعداش راح ينعدي الان. فsexual abstinence اللي هو not having a sexual intercourse is very important للpatient until يعني الcomplete treatment.
عندي سؤال على الكلاميد على الجونوريا. طيب هسه حكينا الجونوريا، احنا مين اللي شو بت يعني شو بتسبب المين مانيفيستيشن تبعها؟ شو هو انفكشن وين بالضبط؟ باليوثرا، في اليوريثرا او في الفيميل طبعا في السيرفكس. طيب فيعني لما نحكي عن جونوريا مين اللي بنحكي عن يوريثرايتس، تمام؟ واليوريثرايتس اللي كوزد باي الجونوريا هذا بنسميه احنا الجونوكوكال يوريثرايتس، تمام؟ طيب هسا ستيل كسكشوالي ترانسميتد ديزيز في عندنا شيء بنسميه احنا النون جونوكوكال يوريثرايتس، انه يوريثرايتس بس سببه مش نسيريا جونوريا، تمام؟ طيب شو هذا المين كوز تبعه؟ يعني مين اللي اذا اليوريثرايتس ما كانش مسببه جونوريا مين بيكون مسببه؟ بالعاده بيكون اكلاميديا، تمام؟ فلما نحكي عن الكلاميديا كديسيز هو الموست كومن فورم اوف النون جونوكوكال يوريثرايتس. فهمناها هاي الجمله؟ طيب وطبعا هو من كان اهم من الموست كومن يعني سيكشوالي ترانسميتد ديزيزز، وات از كوزد باي ا بكتيريا كولد كلاميديا ترايكوميتس which is a very small and atypical bacteria. يعني طبعا هاي atypical يعني لانها obligate intracellular bacteria، هي gram negative لكن obligate intracellular bacteria يعني they cannot live on their own at all، تمام؟ هذول they can only reproduce or they can only grow inside the host cells، يعني بيشبهوا الفيروسز in a sense لكن هم still gram negative bacteria. طبعا برضو يعني في كثير شغلات تشابه ما بين الكلاميديا والجونوريا، وعشان هيك حكيت لكم انه في كثير من الكيسز صعب جدا تفرق يعني انه عند يعني في انه البيشنت هذا عنده كلاميديا ولا عنده جونوريا، تمام؟ يعني في عندنا كثير شغلات تتشابه لكن استيل في عندنا فروقات، تمام؟ هسه الترانسميشن لا هذا سيميلر، يعني it is mainly transmitted by direct contact mainly sexual contact يعني sexual intercourse، ولكن استيل كمان برضو كمان ممكن تنتقل vertically للنيونيتس ديورينج اللي هو البيرث. طبعا الموست انفكشنز برضو كمان especially in females they are asymptomatic، وهدول هم الميجر ريزرفوار يعني هم الميجر سبريدرز لهذا الديسيز. It is a strictly human infection برضو كمان، ومين اللي بنتقل طبعا بتنتقل من هيومن لهيومن، ومين اللي من الاسيمتوماتيك كيسز لانه بينقلوه بالعاده لانهم بيعرفوش اصلا انه معهم، زي ما حكينا خاصه في الدول السكشوال يعني ريليشن شيبس فيها بتكون uncontrolled. طيب وحتى نسبة الاسيمتوماتيك بيشنتس هون لسه أكثر، يعني بتتذكروا حكينا إحنا في الجونوريا إنه 50% من الفيميلز و10% من الميلز تقريبا بيكونوا اسيمتوماتيك، هون ترى لسه أكثر تقريبا ثلثين الحالات هون في الفيميلز بيكونوا اسيمتوماتيك في حالة الكلاميديا. طيب in term of ال symptoms طبعا السايت اوف انفكشن هو ذا سيم، يعني في الفيميلز هو اليوريثرا وايش كمان والسيرفكس، ففي الفيميلز بتسبب هاي مينلي يوريثرايتس اند سيرفيسايتس، والسيمتومز هي نفسها بالعاده، يعني بيكون في عندنا ديسيوريا ديسبارونيا وديسشارج، بس الديسشارج هون بالعاده بيكون زي ما حكينا ووتري ديسشارج او كلير ديسشارج. طيب في الفيميلز نفس الشيء بيكون عندنا مين اللي بيكون في يوريثرايتس، والميجر سيمتومز هم شو حكينا مين بتذكر؟ ديسيوريا وديسشارج شيك، والديسشارج برضه بالعاده بيكون ووتر ديسشارج. طيب وكمان زيها زي الكلاميديا عفوا زيها زي الجونوريا كمان الكلاميديا كان بوتنشالي كوز البي اي دي اللي هو البلفيك انفلاماتوري ديزيز، وزي ما حكينا هذا ممكن يؤدي الى الانفيرتيليتي، ونفس الشيء كمان في الميلز ممكن تؤسند وتسبب ابيديمايتس او اوركايتس، وبالتالي ممكن تؤدي كمان الانفيرتيليتي في الميلز، وبرضه كمان ممكن تنتقل ديورينج الدليفري الى النيونيتس وتؤدي الى اوفثالميا النيوناتورم. طيب هسه ان تيرم اوف كومبليكيشنز يعني يمكن من اشهر الكومبليكيشنز لها اوتسايد اوف الريبرودكتيف سيستم هو ايش بنسميه احنا التراكوما او التراكوما. شو التراكوما؟ هو كونجكتيفايتس caused by الكلاميديا ترايكوماتس، تمام؟ وهذا بالعاده بينتج نتيجه السلف انكيوليشن اوف ذا بيشنت. شو يعني سلف انكيوليشن؟ نفس البيشنت بيعدي حاله، يعني انه ممكن يصير في تاتشنج للجينيتال اريا، وبالتالي البكتيريا هتنتقل للايدين وبعدين يروح يحك عينه، ساعتها بينقل البكتيريا للعين وساعتها ممكن تسبب هاي كونجكتيفايتس
اللي بنسميه تراكوما، لما تكون الكوزيتيف ايجنت هو الكلاميديا ترايكوماتس. ان تيرم اوف التريتمنت لا، هي الريزيستنس فيها اقل بكثير من النسيريا جونوريا، فهي لسه بروبلماتيك ان تيرم اوف التريتمنت. والازيثروميسين از ذا دراج اوف تشويس. زمان كانوا تتراسايكلينز، يعني تتراسايكلينز كانوا الفيرست لاين تريتمنت وما زالوا افكتيف. يعني هاي زي ما حكينا البكتيريا الحلو فيها انها بتعملش ريزيستنس كثير، فالتتراسايكلينز دي ار ستيل افكتيف. ويعني حتى كمان الفلوروكوينولونز كانوا يستخدموا برضو يعني برضو ستيل افكتيف على معظم الاسترينز. لكن ليش صار الازيثروميسين هو الدراج اوف تشويس؟ لانه التريتمنت ريجيمين تبعته اسهل بكثير. يعني التتراسايكلينز بدك تعطي 3 تايمز ا دي وبدك من 5 ل 7 ايام. أزيثروميسين one single dose كافية. يعني بالعادة الفيرست لاين تريتمنت للكلاميديا الآن بيعطوا one single dose، طبعا بتكون 1 جرام، يعني مش اليوجوال دوز. اليوجوال دوز بتعرف الأزيثروميسين قديش، مين بيعرف؟ 250، يعني 250، نعم، من 250 خلينا نحكي إلى 500 مع الكلاميديا بيعطوا 1 جرام. لكن one single dose من الأزيثروميسين بالعادة كافية إنه تكيور اللي هو الكلاميديا. فأنتوا يعني تخيلوا، لو أي واحد يتخيلوا ما بين إنك تعطيه دواء مرتين أو ثلاث مرات باليوم لأسبوع كامل، أو تعطيه one single dose. عندك هسه أربع حبات يعني في مثلاً الدكتور في العيادة يعطيه أربع حبات ويروحوا، شو راح يختار المريض؟ يعني أكيد single dose. فعشان هيك زي ما حكينا هو the drug of choice. طبعاً إذا still contraindicated عند البيشنت ممكن نلجأ للتتراسايكلينز أو الفلوروكوينونز، لأنه زي ما حكينا still they are highly effective against this infection. طيب الآن أول انتهت المحاضرة صح؟ إحنا 9:30 11، يعني 11:15. طيب هيك بتكون انتهت المحاضرة، بالله يتذكر وصلنا عند السيفلس. يعني ستيل إحنا بنحكي عن السيكشوال ترانسميتد ديسيزز، وبنكون وصلنا عند السيفلس، وبنشوفكم المرة الجاية إن شاء الله تعالى. قبل ما ننهي المحاضرة، في حدا عنده أي سؤال أي استفسار؟ طيب معناته بنشوفكم المحاضرة الجاية يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.